مساء الخير، حلقة جديدة من شوط إضافي، وفيها بايرن ميونخ يتعاقد مع البرتغالي رافائيل غوريرو، ومانشستر سيتي يقترب من ضم المدافع الكرواتي غفارديول في صفقة قياسية. وفي الحلقة أيضا مونديال الأندية الموسع، 32 فريقا من كل العالم والبطولة كل 4 أعوام. أهلا بكم. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع المدافع الدولي البرتغالي رافائيل غوريرو قادما من بروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، ذلك بحسب ما أفاد العملاق البافاري بعد أن وقع عقدا يمتد حتى عام 2026 بعد قضائه 7 مواسم في دورتموند. الرئيس التنفيذي لبايرن اعتبر أن غوريرو من أفضل اللاعبين وأكثرهم ثباتا في المستوى في البوندسليغا منذ سنوات. رافائيل غوريرو، هذا المدافع البرتغالي ليس أول لاعب ينتقل بين عملاقي الأندية الألمانية دورتموند وبايرن، فسبقه العديد من النجوم نذكر أبرزهم في السنوات الماضية. ماتس هوملز وهو أحد أبناء بايرن، ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه ليرحل إلى بروسيا دورتموند في عام 2008 ليصبح من أهم المدافعين في ألمانيا والعالم، لكنه قرر العودة مجددا إلى بايرن عام 2017، وبعد موسمين فقط عاد إلى دورتموند. ماريو غوتزي صاحب هدف الفوز للألمان على الأرجنتين في نهائي مونديال 2014، أحدث هذا اللاعب مفاجأة كبيرة عندما انتقل إلى بايرن ميونخ في عام 2013 بعد تألق لافت مع دورتموند، لكن مسيرته في العملاق أو مع العملاق البافاري كانت سيئة ليعود إلى سيجنال إيدونا بارك في عام 2016. النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعد من أهم اللاعبين الذين انضموا من دورتموند إلى البايرن في السنوات الأخيرة، فبعد كتابة الأمجاد مع دورتموند رفض ليفاندوفسكي أن يجدد عقده لينضم في صفقة انتقال حر إلى بايرن ميونخ في عام 2014 ويصبح أحد أهم الأسماء في تاريخ الفريق، وحقق معه أيضا ألقابا مهمة مساهما بإنجازات عملاق بافاريا، وأخيرا ترك ألمانيا وانتقل إلى برشلونة. في أخبار سوق الانتقالات أيضا، أكدت تقارير صحفية اقتراب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا من الاتفاق مع المدافع الكرواتي غفارديول في انتظار إقناع فريقه لايبزيغ الألماني من أجل إتمام الصفقة. حسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن المشكلة الوحيدة تتمثل بالنسبة إلى السيتي في الوقت الحالي بالثمن الباهظ الذي وضعه لايبزيغ للاعب، إذ يطالب ب 100 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الشاب الذي تألق معه ومع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022. تفاصيل هذه الصفقة أيضا أكدها الصحفي المتخصص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو، الذي نشر في حسابه على تويتر أن مانشستر سيتي اتفق مع غفارديول على الشروط والبنود الشخصية الخاصة بالتعاقد. وأضاف رومانو أن المحادثات جارية بين الناديين، لكن لايبزيغ يأمل في الحفاظ على اللاعب ولن يتم بيعه بأقل من 100 مليون يورو، حيث يريد أن يكون هذا المدافع الكرواتي الشاب أغلى مدافع على الإطلاق عبر التاريخ. يحتفظ بهذا الرقم القياسي حاليا الإنجليزي هاري ماغواير، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2019 من صفوف ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو. أيضا في أخبار الانتقالات، أعلن نادي إنتر ميامي ضم النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس ليخوض تجربة احترافية في الدوري الأمريكي بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة. ولم يكشف إنتر ميامي تفاصيل تخص صفقة المخضرم الإسباني البالغ من العمر 34 عاما. سيجتمع بوسكيتس مع الأسطورة ليونيل ميسي مجددا بعد أن أعلن الأخير في وقت سابق انضمامه إلى صفوف النادي الأمريكي، حيث لعب الثنائي معا في برشلونة لسنوات عديدة وحقق العديد من الإنجازات والبطولات الكبرى محليا وأوروبيا. أعلن نادي الهلال السعودي
عن تعاقده مع النجم البرتغالي روبين نيفيز قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي بصفقة بلغت 57 مليون جنيه استرليني ولمدة 3 سنوات. وكان نيفيز الذي يبلغ من العمر 26 عاما مرتبطا بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2024، إلا أنه قرر قبول عرض الهلال واللعب معه حتى عام 2026. ذكر نيكولو شيرا صحفي في موقع ترانسفير ماركت أن نيفيز سوف يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 25 مليون يورو، وبذلك أصبحت صفقة انتقال اللاعب البرتغالي هي الأغلى في تاريخ نادي الهلال بعد صفقة البرازيلي ماتيوس بيريرا الذي انضم للنادي السعودي في صيف 2021 قادما من ويست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو. ومع أخبار الانتقالات إلى الأندية السعودية، أيضا كشفت تقارير صحفية عن خضوع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي لفحص طبي قبل الانتقال رسميا إلى نادي أهلي جدة. أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن الدولي السنغالي خضع اليوم الأحد لثالث فحص طبي قبل إعلان أهلي جدة عن الصفقة، وأنهى ميندي الاتفاق حول البنود الشخصية في تعاقده مع النادي حيث سيوقع لمدة 3 سنوات. في ذات السياق، حددت تقنية الذكاء الاصطناعي أسوأ 10 صفقات تم إبرامها في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن هذه الاختيارات تمت بناء على عدة معايير أبرزها القيمة المالية للصفقة وفترة بقاء اللاعب مع ناديه، بالإضافة إلى أرقامه التهديفية وخيبة أمل الجماهير به. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية التي ستضم 32 فريقا ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025. قال جيانو إنفانتينو رئيس الفيفا أن كأس العالم للأندية ستمثل دورة التاج لكرة القدم، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل، ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة. أوضح فيفا أنه سيعلن في وقت لاحق المواعيد والملاعب المضيفة وجدول المباريات. We'll be right back.
هذا وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن استضافة الولايات المتحدة لهذه البطولة سينقل كرة القدم لمستوى آخر في القارة الأمريكية الشمالية من حيث التأثير والصناعة. نتابع. حسناً، نعتقد أن أمريكا الشمالية وبالطبع الولايات المتحدة كجزء منها ستستضيف كأس العالم للرجال في عام 2026. الاستعدادات تسير على الطريق الصحيح أيضاً. بدأت الإثارة ورؤية كيف تنمو لعبة كرة القدم في الولايات المتحدة. شعر المجلس بالإجماع أنه كان القرار الصحيح لإحضار أفضل الأندية في العالم في حزيران وتموز 2025. 32 نادياً بما في ذلك جميع الفائزين في جميع بطولات دوري الأبطال في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الأربع الماضية للعب في أول وأكبر مسابقة للأندية في العالم سوف يتحدون في الولايات المتحدة، وهذا سيعطي دفعة أخرى لنمو اللعبة والتي ستصل وأنا متأكد في العامين المقبلين إلى مستويات مختلفة تماماً في أمريكا الشمالية. نحن نعلم أن الولايات المتحدة بلد يحب الرياضة، بلد يستثمر الكثير في الرياضة، بلد يشعر كثيراً بالرياضة، ونعلم أيضاً أن كرة القدم ليس لديها بعد ذلك المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه من حيث التأثير في أمريكا الشمالية. أنا متأكد من أن هذه المسابقات ستجعل كرة القدم تصبح كرة قمة في البلاد، الرياضة الأولى في الولايات المتحدة في المستقبل. من ناحية أخرى قال إنفانتينو أن متطلبات استضافة مونديال 2030 أصبحت جاهزة بانتظار تقديم العطاءات من المستضيفين قريبا. بالطبع بالإضافة إلى ذلك وافق مجلس فيفا أيضا على متطلبات الاستضافة الرئيسية لكأس العالم للرجال 2030، في حين أن لوائح العطاءات وعملية تقديم العطاءات لن تبدأ إلا بعد الاجتماع القادم لمجلس فيفا، لكن متطلبات الاستضافة من حيث عدد الملاعب، الدعم والضمانات الحكومية، الحقوق، البيئة الاجتماعية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك تمت الموافقة عليها جميعا اليوم من قبل المجلس. محليا يعاني فريق الدراجات الهوائية في مدينة الباب يعاني من قلة الاهتمام بهذه الرياضة من قبل الجماهير والمكاتب الرياضية والأندية أيضا، رغم حاجة الدراجين للدعم ليستطيعوا تطوير مهاراتهم والمشاركة في بطولات ضمن الداخل السوري وتركيا أيضا. نحن فريق الدراجات الهوائية في مدينة الباب. تأسس فريق الدراجات الهوائية عام 2018، كان العدد اللاعبين 15 لاعب، اليوم العدد لا يتجاوز 6 لاعبة بسبب قلة الاهتمام وقلة الدعم وقلة الاهتمام مكاتب الرياضية. اليوم نتمنى أنه يصير في دعم جماهيري ودعم أندية ودعم مكاتب رياضية لهي اللعبة لحتى نطورها ونشارك في بطولات داخلية وخارجية على مستوى الشمال السوري والداخل التركي. هاي اللعبة مكلفة كمعدات، كدراجة، كلباس، كصيانة. اللعبة حلوة ماكن يعني، وهي صحة يعني. نحن مو بس انه يعني مثلا نطلع اللعبة يعني نظهر حالنا وهذا، هي إفادة للجسم، بتنشط الدورة الدموية كلها يعني. انت الدورة الدموية كلها بتشتغل، لا بوجعوك مفاصل اجريك، لا ما بتحس بوجع خالص. وبالاسبوع نحن كل اسبوع كنا نطلع، قبل كنا نطلع شغلت 200 كيلومتر، وهلا ما يعني ما بقى نقدر نطلع. هلا كل اسبوع بالنسبه للطرق وللدواليب، يعني الدواليب براني جواني ما عم نلاقي، ودراجات يعني صعب ماكن. اذا صار معك عطل ما حد بفهم هالدراجه، ليش؟ لانه ما حد مصلح الدراجه او معدي عليها الدراجه.
بدك توصي على تركيا، واحد طالع على تركيا لحتى تحسن يحسن يجيب لك شو اسمه لباس او دواليب او كذا، لانه يعني ما في هون ما حد بجيب منن، ما لانه ما مطلوبات ولا حد ندور عليك شغلي. انتهى شوط اضافي الى اللقاء.